هدفنا أن نسدد 15 مليون ريال من قيمة وقف مكة المكرمة والخاص بحلقات تحت القرآن الكريم. 15 مليون هذه قسمت إلى 15,000 سهم، 15,000 سهم، قيمة كل سهم 1,000 ريال فقط، قيمة كل سهم 1,000 ريال فقط. نحتاج نحن يا أيها الإخوة جميعا دعمكم مبادرتكم نشر هذه المبادرة. الرياض فيها تقريبا 7 مليون ولا لا؟ والمملكة فيها فوق 30 مليون. الله أكبر. نحن نحتاج 15,000 شخص يتبرعون ب1,000 ريال لكل سهم. نستطيع نصل، وأظن إن شاء الله هذا الرقم ليس صعبا بوجود أمثال الإخوة جميعا والداعمين والمتبرعين وهذا المجتمع الطيب. وقد تعودنا حقيقة خاصة من جمهور المجد، أنا أؤكد على جمهور المجد في حملتنا الأولى ما قصروا. كم شخص يدفع 1,000؟ 15,000 فقط. نحتاج 15,000 سهم. ممكن تدفع 1,000 عنك، عن والدتك، عن والدك، عن صديق، عن محب لك، ادفع عنه وانوها له. أيضا الزكاة حسب فتوى المشايخ وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء في جواز دفع الزكاة لسداد قيمة الوقف. كيف يستطيع الإنسان التبرع؟ أكثر من طريقة. الطريقة الأولى التحويل على حسابات الجمعية الرسمية وهي تعلن على الشاشة وأيضا موجودة في موقع الجمعية الإلكتروني. أيضا الاتصال على الرقم الموحد ويأخذ التفاصيل من الإخوة، والرقم يستقبل اتصالاتكم 18 ساعة في اليوم، 9200119799، 9200119799. أيضا الموقع الإلكتروني أيضا موجود في الشاشة، ممكن تدخل على الموقع وتأخذ تفاصيل أكثر. وأيضا ولله الحمد الجمعية ولله الحمد المنة عندنا تقريبا ما يقارب 30 مكتب إعلامي موزع على مدينة الرياض، ممكن تصل إلى أحد هذه المكاتب وهم أيضا يسهلون لك موضوع التبرع. نحن ننتظر، وهذا الوقف هو للأمة كلها. وقف كما قلنا في أول حلقة هو يجمع بين 4 مزايا، هو وقف للقرآن، وهو وقف في مكة المكرمة، وهو وقف يتبرع به في شهر رمضان شهر القرآن. فوقف ورمضان وقرآن ومكة، يعني 4 يعني الحين جمعوا بين فضل الزمان والمكان. نعم. فضل الزمان اللي هو رمضان، وفضل المكان اللي هو مكان مكة. في مكة هذا أجر عظيم، يعني فرصة والله. فضل واستدامة الرجوع. نعم صحيح صحيح، استمراره هذا الوقف إن شاء الله يسدد. سوف نتكفل براتب 2000 معلم يعلمون أكثر من 35,000 طالب، يحفظون أكثر من 45,000 جزء من كتاب الله سنويا. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. المبادرة للجميع متاحة، ونهيب بالإخوة نشرها. وأيضا لا يعني الذي لا يستطيع أن يتبرع بالألف ممكن هو ينشر ويذهب إلى من يستطيع التبرع ويصل له المعلومة الدال على الخير كفاعله. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم.